الكيان لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة، وعلى حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب، كما أقر الدستور كذلك بضمان حرية الفكر والإبداع والتزام السلطات العمومية بدعم مختلف روافد ومكونات الحق الثقافي الفني ببلادنا، وجعل من التنمية الثقافية مدخلا أساسيا لتعزيز اللحمة الوطنية ورافعة مهمة لإنتاج الثروة والقيم وتوفير فرص للشغل والاستثمار الأمثل في الرأسمال اللامادي للأمة المغربية. ومن هذا المنطلق فإننا نسجل بكل فخر واعتزاز المقاربة الجديدة التي أوصى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باعتمادها من خلال إبراز أهمية التراث الرمزي كعنصر أساسي في تكوين الثروات وفي صياغة وإنجاح السياسة العمومية. تلكم الرؤية السديدة التي يقوم عليها النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة، وهي المقاربة التي اعتمدها البرنامج الحكومي في المجال الثقافي، والذي جعل من النهوض بالمولود الثقافي والفني الحساني على مختلف الأصعدة إحدى الأولويات الكبرى ضمن مخطط التنمية المستدامة كجزء لا يتجزأ من الرصيد الثقافي والحضاري للمغرب. وانطلاقا من هذه المرجعيات الأساسية واستنادا إلى مبدأ الاتقائية البرامج القطاعية في ظل السياسات الحكومية المنتهجة، يرتكز المخطط القطاعي لوزارة الثقافة على 5 محاور أساسية تتمثل في: أولا، نهج سياسة القرب، ويهدف إلى دمقراطة الفعل الثقافي وجعله شأنا يوميا في حياة المواطنين عبر تعميم البنيات التحتية والخدمات الثقافية على كافة التراب الوطني. ثم دعم الإبداع والمبدعين عبر مواصلة تطوير الآليات القانونية المتصلة بدعم كل التعبيرات الثقافية والفنية الجادة والعناية بالأوضاع الاجتماعية للمبدعين. ثالثا، حماية وتثمين التراث من خلال مجموعة من الآليات والتدابير الرامية لصيانة والحفاظ عليه واستمراره كدعامة للإشعاع وترويج الموروث الثقافي المادي وغير المادي والطبيعي لبلادنا، إضافة إلى مختلف العمليات المتصلة بتصنيف وترتيب أهم المعالم والمواقع الأثرية. رابعا، تنشيط الدبلوماسية الثقافية عبر توطين الصلات الثقافية لمغاربة العالم مع وطنهم الأم، والتعريف بالإنتاج الثقافي المغربي على الصعيد العالمي، ودعم التعاون الدولي في المجال الثقافي. خامسا، تحسين الحكامة والتدبير من خلال عقلنة الموارد المالية والبشرية للوزارة وإشراك الكفاءات في التدبير وربط المسؤولية بالمحاسبة. كله ونشره على نطاق أوسع لدى شرائح مختلفة من الجمهور الوطني والدولي ولدى المهنيين والإعلام، كما يهدف إلى إطلاق سلسلة من العمليات على مستوى مواكبة الفنانين واكتشاف المواهب، وكذا في مجالات العناية بالتكوين والتحفيز على الإبداع وتشجيع الإنتاج والترويج بغية تطوير إنتاج الموسيقى الحسانية المغربية والدفع بهذا الإنتاج في اتجاه الجودة وتوسيع الإشعاع. سيدات السادة، إن هذا البرنامج الوطني الطموح يستجيب للتطلعات وانتظارات الحق الفني والثقافي بهذه الجهة العزيزة علينا، وبانخراط كل الشركاء والفعاليات من فرق فنية وجمعيات ثقافية وجماعات ترابية وأطر وخبراء من وزارة الثقافة، سنتمكن بإذن الله من إنجاح هذا المشروع بما سيساهم في حماية وتثمين الإبداع الثقافي الفني بهذه الجهة كجزء لا يتجزأ من التنمية المستدامة لكل جهات المملكة، مستنيرين في ذلك بالتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. هذا البرنامج بالطبع ممكن أن نقسمه إلى 3 أو 4 محاور. المحور الأول هو العناية بالفنانين المكرسين، لأنه بدون أن تكون لنا أعلام لها اعتراف دولي لن نستطيع أن نقدم هذه الموسيقى وأن نحميها
وأن ننافس بها الثقافات الأخرى. إذن هذا الشق الأول. الشق الثاني هو الفنانون الشباب الذين سيكونون بالنسبة لنا ذلك الامتداد وذلك التواتر المفيد وذلك الإبداع المتجدد الذي بدونه تموت الأرصدة ويموت التراث. الجانب تدريجيا نحو احترافية ونحو مهنية صلبة ونحو جودة تمكننا من رفع الحصار على هذه الموسيقى التي لها دور تاريخي ولها قيمة ثقافية وإنسانية كبرى. كل ذلك يأتي في إطار ذكره السيد وزير وهو إطار عام من اهتمام في أعلى مستوى اهتمام صاحب الجلالة بمناطقنا الصحراوية في مختلف المجالات سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية. وهذا الاهتمام منه نستقي كذلك هذا المجهود الذي سنقدمه جميعا. بالطبع الغرض ليس فقط هو غرض ثقافي بل هو غرض أكثر منه غرض يحافظ على تلك المحمة التاريخية الموجودة ما بين أطراف الشعب المغربي من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه. إذن بالطبع هناك أهداف من بينها الحماية ومن بينها التثمين ومن بينها الاستمرار والتنقل. ثم هناك كذلك منهجية في صياغة وفي تدبير تلك الأهداف. أول عملية وهي التي ستبدأ من اليوم وهي مرحلة استماع وانتقاء ليس لتقييم أو تحكيم ما بين الفنانين ولكن لتصنيف مداخل التدخل والعمل في المستقبل. الذي أشرف على هذا البرنامج بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر الإخوة أعضاء اللجنة الذين شرفوني بأن أقول كلمة موجزة نيابة عنهم. أقدم بداية الشكر الجزيل لصاحب الجلالة أولا ولحكومته ولكل المسؤولين الذين تدخلون في هذا البرنامج الذي نعتبره نجاح كبير لهذا الجانب التراثي الهام الذي يعنينا بالدرجة الأولى في الأقاليم الصحراوية المغربية. فضلا عن ذلك فأشكر أستاذ أحمد عيدون شكرا خاصا نظرا لاستمراريته في الرفع من مستوى العناية بالمجال الثقافي خصوصا الموسيقى الحسانية والشعر الحساني. فله مؤلفات في هذا الإطار ولو كنت أعيب عليه صديقي بعض النطق ببعض الكلمات ربما ستكون إن شاء الله في معجم أو في سياق العناية بالتراث كما نستطيع قراءتها بالطريقة الحسانية الصرفة لأنه كما يقال حسانيا ويلغنا الحكاية. إذن بسم اللجنة أشكركم وأشكر الجميع ونتمنى النجاح في هذا العمل الهام الذي تقدمه وزارة الثقافة لهذا الجانب التراثي الهام. شكرا. صورة مع معالي وزير الثقافة وسيد ولي الجهة والأطر الموسيقى على هذا البرنامج. برنامج طموح يرمي إلى تكوين الموسيقى الحسانية كمكون أساسي من مكونات الثقافة المغربية الأصيلة. شكرا لكم جميعا وندعوكم لحفل الشاي المنظم بالمناسبة.
نلتقي اليوم بمدينة الدخلة لإعطاء انطلاقة برنامج النهوض بالموسيقى الحسنية، وهذا البرنامج يندرج ضمن المكونات الثقافية لمخطط التنمية المندمجة لجهة الدخلة والذهب الفترة ديال 2016-2021 الموقع بين يدي جلالة الملك محمد السادس صلى الله عليه وسلم. ولف عليكم أن الثقافة الحسنية تشكل بتقاليدها وتراثها وتعابيرها الثقافية والفنية مكونا أساسيا للثقافة الوطنية المغربية وللهوية المغربية الموحدة. والسياسة الثقافية بأقاليمنا الجنوبية تهدف إلى جعل الثقافة دعامة حقيقية للتنمية المستدامة من خلال دعم وتثمين المكون الحساني والتعريف بباقي المكونات الثقافية الوطنية. ولتبويع الموسيقى الحسانية مكانتها ضمن هذا التنوع الفني والموسيقي الوطني، تم وضع هذا البرنامج، برنامج النهوض بالموسيقى الحسانية، الذي يهدف إلى حماية وتثمين الموروث الحساني الموسيقي المغربي وتشجيع الفنانين الشباب على تداوله، وكما يهدف إلى إطلاق مجموعة من العمليات لمواكبة المبدعين، لاكتشاف المواهب، للتحفيز على الإبداع، لتشجيع الإنتاج والترويج، وذلك من أجل جعل الإنتاج، إنتاج الموسيقى الحسانية المغربية تصل إلى مستوى إشعاع وطني ودولي، وإلى مستوى الجودة التي مرتبطة بعراقة ومكانة الثقافة الحسانية. أحمد عيدون، باحث في علوم الموسيقى. في هذا اليوم بطبيعة الحال وزارة الثقافة أطلقت مشروعها للمحافظة وتثمين التراث الموسيقي الحساني عبر مجموعة من العمليات، ولكن خصوصا عبر منظومة متكاملة من الإجراءات تبدأ بالانخفاض على التراث التقليدي وتستمر في مواكبة الفنانين المكرسين عبر إتاحة الفرصة لهم للإنتاج والترويج سواء داخل المغرب أو خارجه، وعبر الاهتمام كذلك باستمرارية هذا الفن عبر الممارسة الفنية لشباب المنطقة. وهذه العمليات كلها مؤثرة بمجموعة من الحدود المؤسسة للمنظومة بكاملها، منها الإنتاج والترويج، منها التكوين، منها تبادل الخبرات وتبادل كذلك الكفايات الفنية، ومنها كذلك نوع من احتضان التظاهرات الفنية بشكل جديد يقدم كافة الأرصدة الفنية المعروفة في الموسيقى الحسانية، من هول تقليدي، من موسيقى شعبية، من كذلك إبداعات شبابية، وكذلك بخصوص البحث في أشياء أخرى عبر التمازج مع ثقافات أخرى، سواء تعلق الأمر مع فنون مغربية أو فنون أجنبية، وأهمها فن الارتجال بامتياز وهو فن الجاز، الذي سيتيح لهذه الموسيقى أن تخرج من إقليميتها وأن كذلك تجرب مجموعة من أساليب الأداء ومن مجموعة كذلك من تقنيات الصوت والتسجيل والتعامل مع المنصات الفنية إلى غير ذلك من الأشياء التي يفرضها حاليا تفرضها صناعة الموسيقى في العالم. وبالتالي فالاعتماد على هذا التمازج لن يكون لإلغاء الهوية، بل لتثبيتها ولاستخراج ما هو كامل فيها ولم يستغل بعد، لأننا نؤمن بأن أي تقدم في أي فن لا يأتي من خارجه، بل يأتي من ضمنه، يأتي من مقوماته الذاتية،
وعبر تجويد تلك المقومات وعبر الاستفادة كذلك من تجارب الغير في هذا المجال. ولهذا ستؤثر هذه الموسيقى بشكل يتيح لها اختراق أسواق فنية أخرى ومجالات جغرافية أخرى، لأن قيمتها موجودة في تراثها، ولكن هذا التراث يجب أن يقدم بشكل جيد حتى يستطيع أن يثبت ذاته بين الأنماط الفنية الأخرى. طلب العتيق عضو اللجنة المكبة على هذا البرنامج، برنامج تسمية التراث. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في نظري كفاعل وكمهتم بالثقافة الحسانية أعتبر أن هذا العمل هو بعث جديد للثقافة الحسانية التي خشينا عليها من الضياع لفترات طويلة، وخصوصا تكالبت عليها الكثير من الوجوه بدعوى باحثين حسانيين، ولكن اليوم ستأخذ المسار الصحيح بحيث أعطيت لها هذه العناية من طرف حكومة صاحب الجلالة وزارة الثقافة تحديدا لكي تضمن سيرورتها على الطريقة التي كنا نأملها. إذن أعتبر على أن هذا اليوم هو يوم بعث للثقافة الحسانية بجميع تجلياتها، ونحن نفخر بذلك، لأنه في نظرنا محاولة، ليست محاولة بل في نظرنا استمرار لصيانة الموروث الحساني بجميع تجلياته للأجيال القادمة.